يلا نحتفلوا بيدين الخير في دير الديكسوميتر في المية ديجيتال. رشيد أبوسة، رئيس جمعية شباب تمدولت بأقاء إقليم طاطا. جات فكرة تأسيس جمعية شباب تمدولت لمساعدة الشباب الواحة على أنهم يكونوا أكثر فاعلية وأكثر انخراط داخل المجتمع. جينا اليوم باش نشاركوا في جمعية السنة بأربع مبادرات اللي استفد منها حوالي 10,000 شخص، وكان تقريبا 50% منهم إناث في المجال ديال المقاولة وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا وتقوية قدرات الشباب في المجال السياسي. هذه أول مشاركة للجمعية دير الديك ساميت، اللي نتمنوا أنها تكون تشجيع لنا وتسمين للعمل اللي كنقوموا به، وبتصويت ديالكم غادي تساعدونا باش أننا نكونوا الصوت ديال شباب الواحة، باش أننا نعاونوا الشباب ديال الواحة على أنهم يكونوا أكثر فاعلية وأكثر انخراط داخل المجتمع. يلا نحتفلوا بيدين الخير في دير الديكسوميتر في المية ديجيتال.